الجسور هي روائع هندسية تقف بيننا دون أن نلاحظها بشكل واضح، نادراً ما نفكر فيها كثيراً حتى أثناء مرورنا فوقها. لا شيء يضاهي روعة هذه الهياكل عندما تبنى فوق الماء، وهو ما يقودنا إلى السؤال: كيف تبنى الجسور فوق الماء؟ عندما تكون المياه ضحلة يكون البناء سهلاً. يتم عمل أساس مؤقت تبنى عليه الدعامات لدعم الهيكل العلوي، ثم يبنى الجسر. عندما تكون المياه عميقة هناك حاجة إلى تقنيات أخرى. هناك العديد من الطرق لإكمال مثل هذه المهمة في المياه العميقة، لكننا سنستكشف هذه الطرق الرئيسية الثلاث، وهي الركائز المائلة والسدود المانعة للماء والقيصونات. الركائز المائلة هي أعمدة تدفع في التربة تحت الماء، تدق الأعمدة في الماء حتى تنحرف للخارج أو للداخل بزاوية. هذا يجعل الركائز ثابتة ويزيد قدرتها على تحمل الأحمال الجانبية. تركب الركائز في الأرض باستخدام آلات دق الأعمدة، وهي أجهزة ميكانيكية يمكن نقلها إلى الموقع على منصة دق متنقلة. كما يمكن تعليق آلات دق الأعمدة على المياه من الركائز التي تم تركيبها مسبقاً باستخدام إطارات الركائز ومطارق الأعمدة والرافعات. تدق آلات دق الأعمدة في التربة حتى تنحرف للخارج أو للداخل بزاوية. الأعمدة جاهزة الآن لتحمل الأحمال الجانبية، ويمكن أن توفر أساس الدعم للجسر. الخطوة التالية هي بناء أغطية الركائز فوق الأعمدة. بمجرد القيام بذلك يصبح الجسر جاهزاً للبناء. السدود المانعة للماء هي حاويات مؤقتة يتم صنعها عن طريق دق صفائح الأعمدة في قاع مجرى مائي لتشكيل سياج مقاوم للماء. هذا يسمى السد. بمجرد إدخال صفائح الأعمدة في الماء لإنشاء سد، يتم ضخ المياه خارج الحاوية. الآن يمكن لعمال البناء بناء الجسر كما لو كانوا يعملون على أرض جافة. تصبح العملية بعد ذلك سهلة نسبياً، وحينها يمكن استخدام القيصونات. يمكن استخدام نوعين من القيصونات: المفتوحة والهوائية. القيصون المفتوح هو هيكل على شكل صندوق عادةً، وهو مفتوح من الأعلى والأسفل. عادةً ما يتم بناء القيصون على الأرض ثم جعله يطفو في مكانه ويغرق بحيث يكون الحافة العلوية فوق مستوى سطح الماء. يحتوي القيصون على قاع حاداً يساعد على اختراقه للرواسب الطينية الناعمة في القاع. في الداخل توجد سلسلة من الأنابيب الكبيرة أو آبار التجريف. تستخدم هذه الأنابيب لاستخراج مواد القاع. مع استخراج المزيد من المواد يغرق القيصون، ويتم إضافة أقسام أخرى إلى العمود لإبقائه فوق الماء. بمجرد وصول القيصون إلى العمق الصحيح يتم وضع الخرسانة لإغلاق القاع، ثم يتم صب المزيد من الخرسانة في القيصون لتشكيل عمود صلب. القيصون الهوائي مشابه للقيصون المفتوح، لكنه يحتوي على حاجز محكم الإغلاق فوق الحافة السفلية، ويكون مزود بغرف هواء، وتسمى المساحة بين الحافة القاطعة والحاجز بغرفة العمل. في هذه المساحة تتم إزالة المياه باستخدام ضغط الهواء. يمكن لعمال البناء بعد ذلك دخول الغرفة وحفر التربة. من المهم مراقبة ضغط الهواء في الغرفة بعناية حتى لا يصاب العمال بمرض انحلال الغازات. يعتمد كل ذلك على حالة الموقع والتكنولوجيا المتاحة. هذه قرارات مهمة لا يمكن إلا للخبراء اتخاذها بالكامل. الآن بعد أن عرفت المزيد عن كيفية بناء الجسور، يمكنك الإعجاب بها أكثر. بعد كل شيء، جميع تقنيات بناء الجسور هي إنجازات هندسية مثيرة للإعجاب.